أهلا بكم من جديد. دانت وزارة الخارجية السورية الضربات الجوية المنسوبة لإسرائيل على البنى التحتية المدنية في مطار حلب الدولي، مما أدى إلى خروج الموقع عن الخدمة للمرة الثانية خلال أسبوع. وعدت الخارجية ضربة جريمة حرب بموجب القانون الدولي، مطالبة بمحاسبة إسرائيل. ضربة قال رئيس اللجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست رام بن باراك أنها تحمل رسالة لنظام بشار الأسد. في الغضون هدد قيادي بهيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل محذرا إياها من أي إجراءات من شأنها المس بمصالح وأمن بلاده. هجمات منسوبة لإسرائيل تزامنت وتأكيدات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تجاوز مخزون إيران من اليورانيوم الحد المسموح به ب19 مرة، محذرة في ذات الوقت على عدم استطاعة الوكالة التأكيد حصرا على سلمية برنامج إيران النووي. وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق بأن الرسالة التي تلقاها مؤخرا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد من الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال آخر محادثة بينهما أفادت بأن الاتفاق النووي سحب عن الطاولة، وأن إدارة بايدن أعطت لبيد الضوء الأخضر للتحرك ضد التهديد الإيراني. دبلوماسيون غربيون يحذرون من أنه إذا لم يبرم اتفاق نووي مع إيران بالأيام القريبة فإنه من الصعب القيام بذلك قبل انتخابات نصف الفترة الأمريكية بعد شهرين. خطوة تأتي فيما يؤكد البيت الأبيض تأييده لإسرائيل بالدفاع عن نفسها بعد تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية لبيد إيران من قاعدة نيفيتيم الجوية متباهيا بمقاتلات بلاده. مقاتلات قالت سوريا إنها أغارت على مطار حلب تزامنا مع كشف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية معرفتها بالبرنامج النووي السوري قبل 5 سنوات من تدمير مفاعل دير الزور عام 2007، ما دفع الخبراء بالتكهن بإمكانية تعاون نووي جديد بين سوريا وإيران. تكتم الإعلام العبري على مخرجات زيارة رئيس الموساد في واشنطن يؤكد أن حكومة لبيد تعول على الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعرقلة الاتفاق. وكالة اتهمت إيران بأن مخزونها من اليورانيوم المخصب يتجاوز ب19 مرة الحد المسموح به، فيما يطمح لبيد بأن يترجم عرقلة الاتفاق إلى أصوات لصالحه في الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني الوشيك. ولمناقشة هذا الملف ينضم إلي هنا في الاستوديو أستاذ أليف صباغ الخبير في شؤون الشرق الأوسطية، وعبر خدمة سكايب حازم الغبرة المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، ودكتور جاك نيريا الضابط ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية ومستشار سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي. ومعك أبدأ سيد جاك نيريا، أو عفوا دكتور، كيف تفسر تصاعد الضربات المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا ومطار حلب مؤخرا، وما الرسائل التي تحاول إسرائيل إيصالها لنظام بشار الأسد؟ نحن شفنا بالآن الأخيرة أنه إيران عم تجرب عن كل طريقة أنه تبعت أسلحة وصواريخ لحزب الله تحضيرا للمواجهة مع إسرائيل، إذا كانت رح تكون إذا ما تم اتفاق على ترسيم الحدود البحرية بيننا وبين لبنان. نحن شفنا أنه كان إيران جربت عن طريق البحر، جربت عن طريق البر، وجربت كان جرب كل وقت عن طريق المطار الدولي تبع الشام، وبعد ما ضرب على نقلت الأسلحة على مطار حلب، ودعني حسب الاستخبارات الإسرائيلية والمعلومات يعني الطيارات اللي جاية من إيران جاية بمحمولة بأسلحة، ولها سبب يعني في الأغراض المنسوبة لإسرائيل. إسرائيلي مفهوم لأنه لما بيوصل معلومات إنه في سلاح في دمر مدن بإسرائيل. دكتور جاك، إلى أي مدى اليوم هناك تخوف إسرائيلي وخشية من أن يعني تكون أراضي سوريا هي الملعب الخلفي لإيران في حال يعني العودة إلى اتفاق نوويا، وهنا أعني وبالأمس يعني تزامن الضرب لمطار حلب بالتزامن مع ذكرى يعني ضرب المفاعل النووي في دير الزور؟
أنا أفكر إنه يعني نشر المعلومات عن دير الزور هي إشارة إسرائيل لإيران ولسوريا ولكل اللي بده، كل أعداء إسرائيل، إنه إسرائيل قادرة إذا بدها، إذا بيكون في عندنا معلومات إنه تضرب أي مفاعل نووي، بيكون هو خطر على الأمن القومي الإسرائيلي. هذه مفهومة. ثاني شيء يعني اللي صار هلا، انا افكر انه كل التحليل بيقول انه ما طالما كانت المفاوضات على النووي موجوده، ايران ما كانت يعني تحبز انه تدفع حزب الله على المواجهه مع اسرائيل. اليوم نحن فهمانين انه ما في اتفاق نووي، واتفاق النووي يعني حطوه من على الطاوله ووضح على جنب. من هالسبب يعني صارت ايران اقرب انه تطلب من حزب الله انه يواجه اسرائيل. بس الوضع اليوم لإيران مش سهل، لأنه إذا كان لازم تطلع على جارتها بالعراق، في هناك انتفاضة شيعية ضد إيران، في انتفاضة كبيرة، حتى يعني نور الملكي اللي نعم. كان وزير رئيس الوزراء نعم. هو حتى طالبين محاكمته على الإرهاب. يعني في مواضيع كبيرة لإيران حتى تعتني فيهم قبل ما تطلع اللي صاير مع إسرائيل. دعني أنتقل إلى واشنطن والسيد حازم الغبرة. يعني إلى أي مدى اليوم إعطاء بايدن الضوء الأخضر للبيد في التصرف ضد التهديد الإيراني، يعني أن لا اتفاق نووي قريب، وأن بايدن يعني سيواجه الانتخابات النصفية القادمة بلا هذا الاتفاق الذي كان يعول عليه عمليا؟ سيدي الكريمة، شكرا على الاستضافة. في شأن الوضع الداخلي الأمريكي أو السياسة الداخلية الأمريكية، الاتفاق النووي ليس أساسيا. اليوم المواطن الأمريكي أو الناخب الأمريكي يهتم أكثر بالمواضيع الاقتصادية ومواضيع حياته يعني العامة، والتضخم وغلاء الأسعار، وموضوع إيران النووي، مع أنه كان وعد من وعود بايدن الانتخابية، ليس هو في واجهة أو مقدمة هموم الناخب الأمريكي. لكن طبعا الولايات المتحدة مستعدة وملتزمة بالوصول إلى اتفاق، لكن اتفاق منطقي، اتفاق لن يشمل فقط يعني، ونتمنى أن لا يشمل فقط البرنامج النووي الإيراني، لكن الإرهاب، تصدير الإرهاب من إيران الذي رأيناه يعني ونرى منتجاته بشكل يومي في المنطقة. اليوم الكرة في الملعب الأمريكي كما تقول إيران، ما الذي يؤخر اليوم واشنطن من الرد على الملاحظات الإيرانية الأخيرة بالنسبة لهذا الاتفاق؟ إيران نعرف بشكل واضح جدا أن إيران تراوغ وتلعب، إيران لا تريد اتفاق، إيران تريد سلاح نووي، هذا يعني فهمناه في هذه المرحلة. وحتى لو وصلنا للاتفاق كما حصل في المرة الماضية عام 2015-2016، سنرى إيران تحاول الالتفاف على هذا الاتفاق، وقد تصدر أيضا البرنامج النووي إلى دول أخرى، قد تحاول تصدير البرنامج النووي إلى سوريا. يعني إيران وميليشياتها التي تحتل وتستحل المرافق والمطارات السورية واللبنانية، يعني رأينا المطارات السورية تستعمل اليوم بشكل شبه دائم للسلاح الإيراني، ورأينا ما حصل في مرفأ بيروت. لماذا إذا صدرت هذه الأسلحة كلها لماذا لا تصدر النووي أيضا؟ قبل أن أنتقل إلى الأستاذ أليف صباغ، أشير إلى هذا الخبر العاجل. رئيس الكنيست يتحفظ خلال لقائه رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس على الاتفاق النووي. وهنا أنتقل إلى السيد أليف صباغ، يعني واشنطن تصف الملاحظات الأخيرة على اتفاق نووي إنها تعمق الفجوات أو بأقل الأحوال لا تقربها، ماذا يعني؟ هل بالفعل فرص العودة إلى اتفاق نووي باتت تبعد؟ وإلى أي مدى ممكن أن تستخدم اليوم إيران سوريا كساحة خلفية لمشروعها النووي في حال تم التوصل لهذا الاتفاق؟ دعينا نتذكر أولا منذ عام 2015 ولغاية اليوم، العام 2015 وقعت إيران على اتفاق مع الأمم المتحدة والدول الكبرى بأنها لا تنتج، لا تخصب أكثر من 3.7% مستوى تخصيب اليورانيوم، والتزمت ذلك بموجب كل هيئات المراقبة الدولية أن إيران التزمت ولم تلتف على الاتفاق نهائيا. أنا أتحدث عن اتفاق نووي، لا أتحدث عن الصواريخ ولا عن النفوذ، اتفاق نووي. وعندما خرج ترامب بالاتفاق النووي خرج مع
علامات سؤال كبرى لدى الأمم المتحدة، لماذا تخرج من اتفاق النووي وإيران التزمت به بالكامل؟ وإذا أردت أن تخرج من اتفاق النووي، ماذا يمنع إيران من أن تستمر في مشروعها النووي بدون الاتفاق؟ إذن الخروج من الاتفاق هو الذي جعل إيران تستمر في تخصيب اليورانيوم أكثر من 3.7%، والشيء الوحيد الذي يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم بأكثر من اليورانيوم السلمي هو عدم وجود الاتفاق. إذن الضمان الوحيد لمنع إيران من تخصيب اليورانيوم بمستوى عالي هو وجود اتفاق، هذا يجمع عليه الجميع. ولكن دعينا نراجع اليوم على ماذا الخلاف. لا يوجد خلاف على أنه الاتفاق النووي يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم والوصول إلى السلاح النووي، لا يوجد خلاف على ذلك. النقاش ليس على النووي الإيران، النقاش على الصواريخ وعلى النفوذ وعلى الحرس الثوري وعلى حزب الله وعلى الحوثيين الآخرين. إذن النقاش هو خارج إطار الاتفاق النووي لعام 2015 وخارج الاتفاق الآن الذي يعني يعدونه الآن. النقاش خارج هذا الموضوع وليس له أي علاقة بالاتفاق النووي، هذه واحد. الأمر الآخر، أمريكا في الوقت الحاضر تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للعمل. هل تعتقد أن الدول الأخرى ليس لديها ما ترد؟ أحياناً، وهذا معروف أصبح في علم السياسة والحرب، ليس مهماً أن يكون للطرف الآخر نووي، مجرد أن يكون لديك نووي أنت تشكل خطر على نفسك بسبب الصواريخ الدقيقة الموجودة للطرف الآخر. يعني ديمونا تشكل خطر على إسرائيل أكثر من أي قنبلة نووية موجودة لا عند سوريا ولا عند إيران ولا عند أي دولة أخرى. إذن الصواريخ الدقيقة الموجودة لدى حزب الله تشكل خطر على البنية التحتية كاملة وعلى المواقع الحساسة في إسرائيل. إذن لسنا بحاجة إلى إيران ولا إلى سوريا. سوريا في الوقت الحاضر لا تشكل خلفية لإيران، وإنما تشكل حلقة وصل بين إيران وحزب الله. ومنذ عام 2010 أوباما قال سنضرب سوريا، حتى قبل ما يسمى بالربيع العربي، سنضرب سوريا حتى نقطع العلاقة بين إيران وحزب الله، عندما كان بنيامين نتنياهو استعد لضرب إيران على خلافه مع أوباما على هذه النقطة. لماذا تضرب إيران وإيران سترد على المواقع العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وعلى البنية وعلى المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط؟ أريد أن أحملها تحدثت فيها إلى دكتور جاك نيريا، يعني تحدث أن الخلاف الآن لا يتم حول يعني بنود الاتفاق، هناك حديث آخر يتم واختلاف آخر يتم في المفاوضات على هذا الاتفاق. كان هناك جولات مكوكية إسرائيلية، تحدثنا عن حلاتة، تحدثنا عن غانس الذي زار ورئيس الموساد الذي زار. يعني اليوم تصريحات بايدن بأن لا اتفاق نووي على الطاولة، هل يعني أن هذه الجولات المكوكية الإسرائيلية نجحت في إفشال الاتفاق؟ أنا ما بعرف إذا كان نجحت إلا ما نجحت، بس إسرائيل كان لها المعلومات أنه إيران كانت بتكذب على طول الوقت من 2003 إلى اليوم، كذبت وكذبت وكذبت. يعني اللي عم بيقول أنه من 2018 صار في تخصيب متزايد وكذا وكذا، يعني نسي أنه من 2015 ل 2018 كمان كان البرنامج النووي موجود. إيران ما لها تفسير للتحقيق اللي موجود اليوم، موجود على أربع أماكن كان فيها أورانيوم. ما بدها إنه يكون في تحقيق على ليش ما بدها التحقيق، لأنه هي عارفان إنه التحقيق ما الذي يهم اليوم دكتور جاك، ما الذي يهم إسرائيل اليوم؟ هل بنود الاتفاق أم أن هناك ضمانات تبحث عنها إسرائيل يعني لعدم المساس بأمنها؟ الحديث اليوم على الحرس الثوري الإيراني أم عن ماذا يتم؟ لازم تفهمي، إسرائيل لوحدها ما فيها تواجه إيران، هذه معروفة. إسرائيل لازم تكون مع حليفة الولايات المتحدة. إذا الولايات المتحدة مش مقتنعة إنه إيران هي راح تكون نووية، مش راح يكون في إمكانية إنه يكون إسرائيل وأمريكا تشتغل مع بعض، هذه معروفة لهالسبب. يعني إسرائيل بدها تقنع أمريكا إنه البرنامج النووي الإيراني موجود فعليا، والإيرانيين عم يجربوا يعني من يوم لبعد سنتين إنه يحطوا الإنبل اللي موجودة راح تكون موجودة بإيديهم يحطوها على صواريخ، هيدا اللي لازم نمنعه. نعم سيد حازم، اليوم في حال عدم الرجوع إلى هذا الاتفاق وفشل التوقيع عليه، ما السيناريوهات المتوقعة للضغط بين يدي بايدن؟ هل سيعتمد على
يد إسرائيل الطولة كما يصف لبيد في مواجهة التهديد الإيراني؟ طبعا يعني الأمر واضح، وبتصريحات الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن لا يوجد شك أن الإدارة الأمريكية مستعدة ولديها خطط فردية وخطط مشتركة مع إسرائيل وخطط مشتركة حتى مع دول أخرى في المنطقة وخارج المنطقة على ضرب إيران وضرب مفاعلاتها إذا وصلنا إلى هذا الطريق المسدود. يعني هذه المحاولات المستمرة للوصول إلى حل دبلوماسي، إلى خرق في هذا الجمود في عملية المفاوضات، له يعني له نهاية مهما طال الأمر، والنهاية واضحة هو عملية عسكرية. لأن يعني أقولها دوما، إيران بدأت تعتاد على الجزر ونسيت العصا، فحان الوقت لاستعمال العصا. لكن هناك يعني أريد أن أنوه أو أرد على السيد أليف صباغ، يعني ما قاله غير مقبول بأي شكل. يعني إيران التي تصدر الإرهاب للمنطقة كلها، أعتقد بدأت تصدير الإرهاب إلى السيد أليف الآن. ضرب مفاعل ديمونة، يعني هذا تهديد لضرب مفاعل ديمونة الموجود في مناطق سكنيه، وما يعني اي ردود او اي فولاك لضرب مفاعل ديمونه سيدمر الاف المدنيين وسيدمر المنطقه كلها. ما هذا الارهاب؟ تهديد بضرب مفاعلات نوويه يعني فاعله، هذا غير منطقي باي شكل من الاشكال. فيعني اعتذر، لكن هذا غير مقبول باي شكل، وهذا هو فكر حزب الله الذي نراه. دعنا نضرب مفاعلات نووية في وهي فاعلة في مناطق مأهولة، لا مشكلة لذلك. يعني هذا التفكير الإرهابي هو ما نواجهه في الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى، ونحاول كف يد إيران التي وصلت مرحلة تصدير الإرهاب فيها إلى شكل غير مقبول، ونراها الآن ونراها على شاشتكم الآن. سألت دكتور نيريا قبل قليل عن الجولات المكوكية الإسرائيلية إلى واشنطن لمناقشة هذا الاتفاق. ما الذي تحاول اليوم واشنطن تقديمه لإسرائيل الموافقة على هكذا اتفاق؟ وإلى أي مدى يعني هناك رأي سائد في الشارع الإسرائيلي أن لبيد يسعى لاستخدام هذا الاتفاق كحملة انتخابية، والوصول إلى نوفمبر وهو موعد الانتخابات في إسرائيل دون العودة للاتفاق هو أكبر إنجاز للبيد؟ لو تحدثني عن المتوقع في كواليس هذه المباحثات الأمريكية الإسرائيلية. طبعا يعني نفاجأ اليوم في الضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة وعلى الحزب الديمقراطي تحديدا وإدارة بايدن. الإسرائيل أتت برسالة واضحة وصريحة، إذا كان هناك اتفاق غير منطقي سنأتي على العلن وننشر المعلومات الاستخبارية الموجودة لدينا. هذه ليست المرة الأولى التي تفعل إسرائيل فيها ذلك، وهذا قد يشكل إحراج كبير جدا لإدارة بايدن قبيل انتخابات أساسية بالنسبة للحزب الديمقراطي. فهنا يعني يأتي الضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة. طبعا يعني هذه لعبة الدول وهذه لعبة السياسة، نتفهم الموقف الإسرائيلي ولماذا يمارس هذه الضغوط، لكن أيضا نتفهم أن الوضع الداخلي السياسي في إسرائيل يؤدى اليوم إلى نوع من المنافسة. يعني نرى هناك منافسة بين لبيد، بين وزير الدفاع، بين رئيس الموساد. هناك يعني الشخص الذي يظهر أكثر ويقول أنني أستطيع الضغط على الولايات المتحدة بشكل أكبر قد يكون لديه حظوظ كبرى في المستقبل القريب في السياسة الإسرائيلية. من الواضح أن المواطن الإسرائيلي خائف من إيران وخائف من فعل أمريكي يعني متسرع في عودة إلى اتفاق لن يؤدي إلى السلم والأمان في المنطقة. يعني سيد حازم غبرة، يعني اعتبر إجابتك قبل قليل غير مقبولة بالحديث عن مفاعل ديمونة. أريد أن أسمع تعقيبك على حديث حازم، وأيضا أريد أن أسألك بخصوص التهديدات التي يوجهها من جهة حزب الله لإسرائيل ومن جهة إيران لإسرائيل في حال المساس في الأمن الإسرائيلي. سيكون هناك رد إيراني واضح لإسرائيل، هل اليوم إيران جاهزة لهكذا تهديدات؟ في مثل بالعربي بيقول اللي بيته من قزاز ما يبر الناس بحجار. عندما تهدد إسرائيل بضرب المفاعل النووي الإيراني تمام بكل اللغات أوكي. لما إسرائيل بتهدد بضرب مفاعلات نووية إيرانية يجب أن تتوقع أنه إيران يمكن أن ترد. هذا لا يعني أنني أؤيد، يعني أنني أرفض الأصل
ولا أرفض الرد فقط، أرفض الأصل. وبالتالي من يقول عن عملية الرد إرهاب يجب أن يقول عن عملية التهديد ضرب المفاعل النووي الإيراني هي إرهاب أيضا، واغتيال العلماء هي إرهاب أيضا، والتخريب والتفجير في إيران هو إرهاب أيضا، وضرب البنية التحتية في لبنان هي إرهاب، وضرب غزة هو إرهاب، وقتل أطفال في غزة هو إرهاب. هذا هو الإرهاب. ولكن كل واحد عنده تعريفه للإرهاب، احنا بنعرفه، احنا مختلفين في هذا الموضوع. ألا بالنسبة لبايدن ولا إسرائيل، صحيح أنه كله مرتبط في الوقت الحاضر في الانتخابات بإسرائيل، أنه يتنافس مين بقتل فلسطينيين أكثر، بتنافس مين بقتل شيرين أبو عاقلة وما بتحاسب عليها. ومصر رئيس حكومة إسرائيل أنه لن نحاكم أي جندي إسرائيلي مهما فعل، وما حدا يعلمنا كيف نطلق النار وعلى مين نطلق النار. جريمة مكتملة الأوصاف في مقتل شيرين أبو عاقلة، وما حدا بحاسب إسرائيل. إسرائيل مستمر في كل عدوان على سوريا ولبنان وإيران لأنه ما حدا بحاسبها. اليوم الجيش الإيراني بدأ أكبر مناورات برية في أصفهان، برأيك ما ملامح الرد الإيراني في حال نفذ وعوده؟ يعني إيران دولة مهددة من حوالي 60 قاعدة عسكرية أمريكية حولها، في الدول العربية، حتى في شرق سوريا وفي تركيا وفي أذربيجان وفي كل مكان، أكثر من 60 قاعدة عسكرية من أسطول بحري أمريكي موجود على حدود إيران. أليس من حق إيران أن تأخذ احتياطاتها؟ إيران مهددة من إسرائيل بقصف المفاعل النووي الإيراني، أليس من حق إيران أن تأخذ احتياطها وأن تتدرب لمنع ذلك؟ من حقها طبيعي. عندما يقال أنه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها ويتغتال وتقتل هنا وهناك، من حق إيران أيضا أن تدافع عن نفسها، ومن حقها أن تأخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها، لأنها مهددة، ومهددة من أكبر دولة عدوانية في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية. إذن اللي بده يحكي عن غيره بده يطلع بالمراية بالأول ويشوف حاله. نعم. أتحول إلى دكتور جاك نيريا، كنت قد سألت قبل. أنا ردي بسيط، يعني التصريحات حزب الله أنه على إبادة إسرائيل، نحن يما هن تصريحات إيران على إسرائيل أنه رح ندمر إسرائيل، وإسرائيل مش رح تنمحي على الأرض، إسرائيل هي دولة إمبلي وحدة، هيدا إسرائيل قلتها عن لبنان، قلتها عن إيران. لا، يعني مين اللي عم بيهدد؟ هو الجنب فرق بين التهديد والتحذير، يجب أن تفرق بين التحذير والتحذير. سمعتك عذرا على المقاطعة. الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي وتعبر عن عدم رضاه من نشاطات بلاده في سوريا، وهذا العاجل الذي يردنا الآن. برأيك هذه النشاطات يعني ستزيد الطين بلة مع علاقات إسرائيل الاستراتيجية، وأيضا علاقات إسرائيل مع سوريا، مع روسيا المتأزمة أيضا بفعل الحرب في أوكرانيا؟ مع الأسف روسيا موجودة بالجنب اللي ما له حق، إنه يعني عم تحكي عن وجود روسي بسوريا. سوريا عم بتقول إنه إسرائيل دولة إرهاب. سوريا نظام الأسد قتل أكثر من 50.5 مليون سوري، وشرد أكثر من 6 ملايين سوريين. يعني شو على شو عم نحكي؟ أي دولة هي دولة موجودة؟ أي دولة مهيمنة على الدقيقة الأخيرة؟ دعني أنتقل فيها إلى سيد حازم غبرة، كنت أراك تضحك قبل قليل، سريعا. لا، الحكومة الروسية سحبت نظام الصواريخ S-300 من سوريا وأرسلت تعبيرات عن عدم الرضا الآن، يعني هذا ما بقي من روسيا في سوريا. أمر عجيب هذه الدول وهذه المنطقة بشكل العام. لكن يعني رد سريع على السيد أليف، الموضوع بسيط جدا. إذا أرادت إيران حماية نفسها لتتوقف عن دعم الإرهاب، لتتوقف عن إرسال وتخزين الصواريخ في مطارات مدنية، لتتوقف عن تخزين النترات في مرافق مدنية، ورأينا مرفق بيروت، هكذا تدافع إيران عن نفسها وليس بالإرهاب. وتتوقف أمريكا دولتك عن دعم الإرهاب في كل مكان في العالم وسرقت مقدرات الشعوب. نعم. دولتك أمريكا لا تحترم أي حق من حقوق الشعوب. سينتهي الوقت بعد ثواني. أنتوا
انتقابت 40 ثانية. اسف على المقاطعة. أليف صباغ الخبير في شؤون الشرق الاوسط، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لحازم الغبرة المستشار السابق في وزارة الخارجية الامريكية، وايضا دكتور جاك نيريا ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية ومستشار سابق لرئيس الوزراء. وانتم مشاهدين هذا المساء مستمر ولكن بعد فاصل قصير.